طبعا من امبارح كان في حالة من الإدمان عند السوريين. أنا لما بقول إدمان يعني حرفيا أنا بقصد المعنى للسوشيال ميديا. امبارح كانت كل العالم عم بتواكب تطورات وتحديثات أعداد الضحايا وأعداد الأضرار بسوريا، لكن من زمان قلنا ومنرد منقول أنه دائما في أشخاص يصطادون بالماء العكر، ودائما في أشخاص يسعوا جاهدين لكسب المتابعين وأعداد اللايكات، لأنه بلشت هذه الصفحات بعملية التجارة وليس عملية الإعلام، وأنه تكون وسيلة إعلامية وأنه تكون عبارة عن صفحة اجتماعية. طلعت أبعد من هيك بكتير. امبارح تحديدا مئات العناوين والأخبار والبوستات اللي نزلت، طبعا كلمة بالشرق وكلمة بالغرب، والناس بالأساس فوق خوفها ورعبها زادت خوف ورعب أكثر. كرمال هيك في عدة أسئلة للأمانة حملتها ببالي، وأكيد رح أطرحها على ضيوفي اليوم تباعا لنستفيد من خبرتهم أكثر ويعطونا الجواب المطمئن نوعا ما والجواب العلمي أهم شيء. كرمال هيك رح يكون معي على الهواء هلا الدكتور احمد عبود، استاذ الهندسه الانشائيه بجامعه تشرين. يعطيك الف عافيه دكتور احمد. اهلا استاذي هادي، صباح الخير. بدي لك صباح الخير وصباح الحب لهالمقدمه الحلوه اللي عملتها. حبيب قلبي شكرا كثير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويخليك. انا بعرف بعرف ان وقتك ضيق استاذ ودكتور احمد، لكن للامانه في عده اسئله ببالي، ارجو انه تعطينا الجواب الشافي لإله. بدايه تقييمك العام للزلزال اللي صار، نحن نعرف ومن زمان تقريبا من اكثر من شهر عم نسمع دائما في عده زلازل عم تضرب المنطقه بشرق تركيا ببحر ايجا وغيرها. للامانه نحن ما كنا متاثرين نوعا ما بكل الزلازل اللي صارت بمحيط تركيا اليونان وقبرص، الا انه هذا الزلزال اثر بشكل مباشر على البلد وكانت الاضرار مثل ما شفنا كلياتنا على وسائل الاعلام. تقييمك العام اول شيء دكتور احمد على الزلزال. اول شيء اللي حصل امبارح زلزال بكل ما تعنيه الكلمه من معنى وليس فقط في الارض. زلزال حقيقي. اما زلزال ما لنا متاثرين، لا، نحن منطقه زلازل والمنطقه معرضه لزلازل ومؤهل ومهيئه ومتوقع زلازل مثل هيك واكبر من هيك حتى. خاصه المنطقه الساحليه، نحن منطقه زلازل متوقع، فبالتالي الزلزال ما كان مفاجئ، لازم نكون محضرين له بشكل كافي، وصراحة نحن ما كنا محضرين ذلك. تمام دكتور احمد، لما عم بتقول انت انه نحن لازم نكون محضرين ومهيئين لهيك شغله، الواحد شو بيحط بعين الاعتبار انه لازم يكون محضر؟ هل تكون البيئه الانشائيه للابنيه السكنيه مقاومه للزلازل؟ في ارشادات اخرى؟ هذا الموضوع منتهي منه اساس، كان نحن الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشات الخرسانيه المسبحه. هذا بيفرض علينا كمجتمع مهندسين نصمم جميع الأبنية والمنشآت لمقاومة زلازل أكبر من الزلزال اللي صار امبارح. وبالتالي يجب أن تكون جميع أبنيتنا مصممة لمقاومة الزلازل. إذا كان في مبنى غير مصمم لمقاومة الزلازل فهناك إذا في خطأ أو في تقصير. تمام. هذا من الناحية. أما من الناحية الوظيفية كأجهزة حكومية، كأجهزة إطفاء، يا ترى نحن أجهزتنا كانت جاهزة؟ كمنظومة إسعاف كانت جاهزة؟ كمنظومة حالات طارئة كانت جاهزة؟ لا، ما كانت جاهزة، بالدليل على أنه لحتى هلأ لسه في ضحايا تحت الأنقاض، ما قدرنا نوصل لديهم. صحيح. هذا في لازم تكون، لازم نكون حاسبين حساب هيك فيه. وأنا من شيء 20 يوم كمان نزلت بوست أو شاب أخذ كثير ضجة، أنه نحن ما لازم نتعامل مع الزلازل بهيك بهالبساطة، لازم نكون محضرين، والدولة لازم تكون محضرة حالها لهيك حدث. وصار الحدث الحمد لله مرق على خير، بس مو على خير، مرق وانتهى، بس ما كنا محضرين. لا
أنا يمكن مرق رأيي بأقل بأقل الأضرار، مثل ما شفنا الأضرار تماما الموجودة بتركيا مركز الزلزال أكيد. تماما 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 تماما، بس إن شاء الله بيكون درس، لأن إنه هذا القادم قد يكون ما بنعرف. كل مدننا معرضة تكون مركز مثل ما كانت مدن تركيا مركز تمام. الزلزال. بالإضافة إلى هذا الموضوع دكتور أحمد، من خلال كمان مراجعة الآلاف من الأشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي، مثل ما قلت قبل شوي بعض الصفحات كانت عم تنزل على أنه ممكن يكون بعشرة و22 فبراير شباط الجاري حدوث زلزالين، كمان على 7.7 على مقياس ريختر، بالإضافة لأكثر من 800 موجة ارتدادية أو هزة ارتدادية. هاي يا لطيف المعلومات يا صحيحة؟ لطيف يا لطيف. لا لا أخي، لا لا علميا صحيحة هاي لا 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 المعلومة؟ أستاذ، التنبؤ بحدوث الزلازل كله عملية دراسات إحصائية، إنه كل 50 سنة بيصير زلزال، كل 200 سنة بيصير زلزال، أكثر من هيك ما حدا قادر يتنبأ بحدوث الزلازل بهالدقة اللي عم تحكي فيها. حد إلا رب العالمين ما حدا قادر يتنبأ بحدوث الزلازل. لا هذا الحديث، هذا الحديث مغرب كله، هذا الحديث كله ما بعرف شو بدي اسميه، بس لا لا هذا غير علمي وغير صحيح وغير دقيق. تمام. التنبؤ حصرا بطرق احصائيه خلال فتره زمنيه، نحن بنعرف يعني مدينه بلداد قيمة مثلا كل 300 400 سنه تتعرض لزلزال، غير هيك ما لنا قادرين تمام. نتنبأ هو ابدا. دائما كل هذا المعلومات العلمية وكل الأخصائيين بهذا الموضوع أكدوا وشددوا على قصة أنه التوقع والتنبؤ بحدوث الزلازل غير غير ممكن وارد إطلاقا. بوقت بتوقيت حدوث الزلزال، تماما بتوقيته عفوا. أما لكن إمكانية حدوثها بنتوقع، لا بنتوقع المنطقة الساحلية متوقع حدوث الزلازل، بس أنت ما حدا بيعرف. تمام. أنا بس بدي أعرج على قصة واحدة كمان. امبارح تم تداولها بكثرة عن عالم هولندي اسمه فرانك، ويتوقع من 6 أيام بالضبط حدوث زلزال عنيف في منطقة تركيا، سوريا، لبنان والأردن. شو بتعلق؟ هذا التوقع استاذ، هذا التوقع مثل توقعات المنجمين اللي بيطلعوا على راس السنه، احيانا بتضبط معهم وغالبا ما بتضبط. تمام. هو كان كاتب تغريدة على تويتر وقال أنه عاجلا أم آجلا سيحدث زلزال على بقياس 7.7 أو بقوة 7.7 وأكثر على مقياس ريختر بهي المنطقة بالضبط. وانا ولأجل الصدفة انا بقول يمكن لك عاجلا ام اجلا بده يصير زلزال بمنطقه الساحل السوري، عاجلا ام اجلا، لان هذه منطقه زلازل، بس ايمتى بتصير؟ بكره، بتصير بعد 400 سنه، ما حدا بيعرف. تمام. أيضا العالم كانت دكتور أحمد متخوفة نوعا ما من حدوث تسونامي أو موجات من البحر، كمان عاطية كانت مهلة 12 ساعة بعد حدوث الزلزال، كمان من النوع على هي القصة. التسونامي حتى يحدث في مجموعة من 5 شروط لازم تتوفر، ما بتوفر منهم ولا شرط بالبحر المتوسط. تمام. أهم شرط غير متوفر بالبحر المتوسط، البحر المتوسط عبارة عن بحر شبه مغلق، يعني حتى فينا نقول عنه بحيرة أكثر ما هو بحر، وكمية المياه الموجودة فيه غير كافية تشكل تسونامي. هي ناحية، الناحية الثانية بدي بتمنى عليك وكوننا على الهواء، هاي في نقطة كثير هامة، بدنا نميز ما بين شيء اسمه موجات عاتية وفي شيء اسمه تسونامي. موجات عاتية نتيجة الزلازل البحر المتوسط ممكن يعمل موجات عاتية، وممكن تطلع على الشط، وممكن تطلع ل 50 متر 100 متر، تطلع يمتد البحر 50 متر 100 متر، إيه هذه بيسموها موجات عاتية. تمام. أما إنه تسونامي عم نحكي على قضايا أكثر من هيك كثير، أمواج بارتفاع عشرات الأمتار، سرعتها بمئات الكيلومترات بالساعة، ممكن هذه ممكن تمت دمار. أما موجة تطلع بارتفاع متر مترين، تدخل تغمر القبو، تقطع الطريق، هذا وارد. لذلك نحن بننصح إنه يا جماعة بعده شوي عن البحر، ممكن تطلع موجة عالية وتقطع الطريق، تأخذ تسكر الكورنيش، تجرف لك كم سيارة، ممكن تطلع هيك. بس التسونامي يعني جرفتها لمدينة الزاقيز جرفة واحدة. لا، تسونامي التسونامي هو مفهوم عام وأكبر من أي طبعا المتداول. أضخم بكثير، تمام. موضوعين مختلفين تماما. يعني موجة عاتية بتاخذ لها السيارة، بتاخذ لها بني آدم بيكون ماشي،
مش برا وبعيد، بس اما التسونامي بيكون هذاك حالي مدمره. تماما. التسونامي صار باسيا ارتفاع 40 متر وسرعته 400 كيلو متر بالساعه، وين هذا ما بصير عندنا. لا تمام. طيب دكتور أحمد، آخر سؤالين معلش، ايه اسمح شرف لي تفضل. أتطفل عليك بالوقت. لا لا تفضل. من فترة كمان كان في تقارير إعلامية بحتة حول تغيير دوران لب الأرض. نحن شفناهم عبر وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية أنه في تغيير بدوران لب الأرض، هل له علاقة بالزلزال المدمر اللي صار؟ هذا كله فرضيات. انسألت هالسؤال كذا مرة، موضوع ما هو متواجد في لب الأرض ما حدا اتخذ لهنيك، وما حدا قدر ياخذ معلومات دقيقة عن الموضوع، بتضل كلها فرضيات. هالفرضيات هي قابلة لتكون صح وقابلة لتكون غلط، ومانا قادرين نثبتها، لأن المعلومات عن باطن الأرض أو عن دب الكرة الأرضية ما تزال غير كافية لحتى نقول انه دار باليمين دار بالعكس. ما عندنا معلومات كافية لحتى ناخذ هيك قرار. تمام. اوكي علما انه يمكن اوكي اعتقد بحسب المعلومات انه في زلزال بتشيلي ب 52 اعتقد، يمكن اثر على عملية دوران الارض او اي طبعا حرف مسار دوران الارض، وهذا الشيء اثر على اي ساعات اليوم. اي اي عموما اي عموما بدنا نحكي اكثر ونخصص اكثر من وقتنا على موضوع الاضرار اللي نجمت عن الهزات الارتدادية وعن اثار الزلزال بمدينة الادية اليوم. في من خلال مشاهداتنا الصباحية وامس طبعا كان في الكثير من الابنية المتصدعة. دكتور أحمد، هلا هاي الأبنية شو الحل تبعها؟ هل من الخطر أنه نحن نرجع نرممها ترميم، ولا شو الحل تبعها؟ شو كيف ممكن نحن قبل ما نتدارك؟ اجاوبك على السؤال بدي احكي على موضوع الهزات الارتدادية. دائما كل زلزال قاطبة بده يتبعه هزات ارتدادية. الهزات الارتدادية نحن نسميها هزات متخامدة. متخامدة يعني كل هزة اضعف من اللي قبلها، وهكذا حتى تتناهى الى الصفر. حتى هالهزات تستمر من بضع ساعات لبضعة ايام. لذلك بتطمن الناس ما حدا يخاف من الهزات الارتدادية. الهزات دائما كل هزة بتجي أضعف من اللي قبلها، وهكذا حتى تنتهي للصفر. بس تمام. ممكن يصير زلزال ثاني، هذا موضوع برب العالمين، بيد رب العالمين، وما لنا قادرين نتنبأ فيه. يعني هو دائما للتوضيح اكثر كرمال الناس اللي عم تسمعنا، دائما الهزات الارتدادية هي نوعا ما اخف وطأة عن تماما اثار الزلزال الاساسي. تماما تمام. تماما يعني بنقدر بنقول توقيتا دكتور احمد من فجر نهار التنين لليوم، يعني يمكن النقطة او التوقيت الاخطر كان هو فجر نهار التنين. تمام. وبتصور المستمعين لاحظوها انه كيف كانت الهزات الارتداديه امبارح الصبح، وكيف كانت الهزات الارتداديه هلا الساعه 8 ونص. تمام. يعني هلا 8 ونص قليل اللي حتشوف فيها، بس 8 ونص الصبح امبارح كانت مرعبه. لذلك في اقول انه كل يوم او كل هزه بدها تكون اضعف من اللي قبلها، وبالتالي ان شاء الله فينا نقول انه الحدث مرق وراح تمام باضراره بمشاكله تمام بتبعده. إن الله راد. بس حبذا لو تجاوبني على سؤالي فيما يخص الأبنية. اما من شان الابني، التسطع علم كبير، علم الترميم والتدريب علم كبير ومتفرع عن الهندسه الانشائيه، ومو بكل بس مو بهالبساطه كل واحد قادر ياخذ قرار فيه. حتى المهندسين اذا ما عنده خبره بهذا المجال بتمنى ما يحط ايده بهذا الموضوع، لانه موضوع كثير خطير وكبير. وهلا على الاذاعه ما بدي خاطب المهندسين، بدي خاطب المواطنين. لما بيرجع على بيته بيشوف في اي تسطعات اي تشققات، لا يجتهد من عنده ويقدرها ويقيمها. تقييم هالتشققات اذا كانت خطره ولا ما خطره بدها مهندس انشائي خبير بهالمجال هذا. طب عظيم كثير. يعني دكتور احمد، انت بتنصح العالم هذا اللي عم تسمعنا على الهواء، وفي نوع من انواع التصدعات بالبيوت تبعها بانه تخلي مثلا، ولا لا ممكن استشاره؟ لا لا طول بالك، هلا انا تاخرت رايح على المحافظه، في عندنا اوكي اجتماع بدنا نشكل لجان على الموضوع هذا. تمام. هو اي واحد بيرجع على بيته بشوفه سليم بيقعد وبيستقر، والهزات الارتداديه لما اثرت الهزات الارضيه الهزات الزلزالية ليه؟ الهزات الارتدادية ما لها تأثير. بس تمام. إذا شاف فيه أي تسطع
ببيته، ما بيفوت عليه مباشرة، بيروح على الإدارة المحلية اللي هي البلدية أو المحافظة، ببلغ إنه بيتي في كذا، المحافظة أو البلدية في عندها لجنة السلام العامة، وهلا رايحين بدنا نشكل لجان فرعية لهالموضوع، مشان بأي لحظة أي مواطن بيجي ببلغ طورك، الإدارة المحلية بتبعث لجنة على المتخصصة من مهندسين من شركة دراساته من الجامعة ومن نقابة المهندسين، بتشكل لجنة مباشرة بتطلع تكشف على التصدع، بتشوف إذا موضوع سليم بتقول للمواطن تفضل ادخل على بيتك، شغلات بسيطة إجراءات بسيطة بتسويها وانتهى الموضوع. أما تمام. إذا في خطورة بتقول له لا طول بالك لحتى البلدية تاخذ إجراءاتها، هي اللي بتاخذ إجراءاتها، ولحتى يصير الوضع بالأمان بتقول تفضل على بيتك. تمام. طيب دكتور أحمد عبود، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة تشرين، كنت معي عبر الهاتف، بتشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. أهلا وسهلا. شكرا كثير.